السلام عليكم، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. معكم هبة محمد من مؤسسة بشرى الخير للتسويق الإلكتروني تطبيق سواب جو. الحمد لله اليوم أنهينا الدفعة الأولى من مستخدمي التطبيق الأكثر تفاعلاً وتجميعاً للنقاط يومياً، ونحن حالياً شغالين على الدفعة الثانية إن شاء الله تعالى. زي ما وعدناكم رح ننهي إشكالية جميع طلبات الاستبدال المعلقة على شكل دفعات والأولوية للأكثر تفاعل دائماً. ولا تنسوا صار فيكم تستبدلوا نقاطكم أو تبيعوها بأسرع وقت، وما عليكم إلا تتفاعلوا يوميا وتجمعوا نقاط، ولكل مجتهد نصيب. يا ريت من كل شخص استلم 8 نقاطه من هاي الدفعة يرفقنا بصورة أو تعليق مع الشكر الجزيل لكم. وقبل ما أودعكم حابة أبشركم إنه إن شاء الله تعالى قبل عيد الفطر المبارك رح نعلن عن طريقة جديدة لتحصيل مئات النقاط من قسم تنزيل وعروض الأسعار يوميا. انتظرونا.